قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، تنسوش ديروا جيم. عبد الجس عبد الله فول. تبارك الله عليك سيدي زنت، تبارك الله عليك. ما عندي ما نسالك، اليوم راك في نهارك الكبيرة، درت سيدي 23 بلاطو سير 25. كل نهار ورزقو، اش غدير؟ اي 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 كل نهار ورزقو كاع. كش انت يا خويا، ونمشيو للغابة وبين اللي حنت يدك. في الغابة غادي نوريك انا علاش قاد. عاشنا دابا، مشوف حنا ولا؟ ايوا هذا هو الجهد اللي ما يبان. يلا يلا تبارك الله عليك يا شري. ها شفتك جويجة؟ اي 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 كي جات؟ خايفة نقول لك، وهذي راه تقتل بنادم ماشي الوحش. خذ شي وحده بحالها ان شاء الله، المره الجايه غتلقاها عندي وغادي نفرجك. الا درت النظاظر زماني هنا عوض؟ لا ايوا شنو ما كاعرفش نصيف؟ لا لا غير هذاك الحجل عور وعرج وكاع المصايب جمعت. يلا يلا ما تعطينيش نشد بيك. كل نهار كنقول نعلقها وكنسى، وهي بنتي قريبة تدخل المغرب. الله يجيبها على خير يا ربي يا ربي. الله يخرج العقيبة على خير. فيها بطل يما ما غاديش يتحد لينا. شنو هادشي؟ ما وجدناش ملاوي. غير ارتاح كلشي كاين. كون سعفتيني كون مشيتي للصالون نجيب لك الفطور بيدي. الله يهديك، واش انت ما عارفاش سي عبد الله عز عليك الكوزينه وشغل الكوزينه ميامات المرحومه، جيبي له الملاوي هما الاولين. واخا دابا انت كتعرفيني انا في هادشي ديال الطياب عالم كبير فيه، ودابا اختك الله يرحمها واخا كانت كتعرف تطيب وتطيب مزيان كنعجز عليها طيابي كيعجبها. دخلنا عليك بوجه الله، كنعس عليها طيابك ولا كانت كدير لك خاطرك؟ ايه الله يرحمها ويوسع عليها، كانت مقله طيبه. الله يرحمها فاطمه. لا بغيت نسولك واحد السؤال شويه مدوخني. دابا انت تبارك الله حجيت انت باقي صغيره ياك؟ غير انا عارف واش نعيط لك الحاجه، نعيط لك ملكه، نعيط لك اختي، اش نعيط؟ الله يهديك السي عبد الله، اللي يريح لك خاطرك وحنا عائله وحده. ويلي لا لا يحرم شي مسلم من هذاك المكان. اللهم امين يا رب العالمين. ايوا انت ايوا دابا مزيان، دابا انا غادي عاد نلقى الراحه. راه لي بعدا شويه ديال هذا السكر. اصبح الخير. صباح الخير العزيزه. كي سمحتي عمرك؟ صافا؟
شنو عصير ولا قهوه؟ سي عبد الله يهديك، علاش ما نمشوش نفطروا في الجرده؟ هادشي اللي قلت له انايا راه ما تيسمعش. انا بديت الفطور هنا نكملو هنا صافي. سي عبد الله وادك ديما كيخصو ديما مع السهل المهله، الله يسهل علينا وعليك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. قولوا امين. في الهموز في الهموز. انا علاش كنت كنضرب في الخاوله؟ انا راه شي مشطون بالعامر هاك. نعم يعطينا الجديد سيدي. وشوف اللي يخلينا غير تنتيقن مزيان ونعرف داك الشيء مزيان ونضبطو ونخبرك في الليل. روح اسيدي. سي عبد الله وين كيتغير؟ مشينا اليوم زعما باقي ما يعرفش يشد الجويجه. انا ما يعرفش يشد الجويجه. علاش قلت لك؟ قلت لك قبل ما يجي قلت لك راه داير فيها بطل. بطل راجلي انا بطل. شكون اللي علمك بعد انت هذا؟ شكون اللي علمك كثير؟ الو كي دايره بنتي؟ ها طولتي علينا الغيبه. بابا كي دايرين؟ سافا الحمد لله. الحمد لله. وانتي؟ سافا بوموكي بوكو. ماما بزاف بزاف. ماماك ملي خويتي عليها الدار وهي طاجه. طاجه طاجه بالمعقوله. وقولي لي وقتاش غادي نشوفوك؟ جوفي اندري دوما الماروك ان شاء الله. صافي ماماك غادي تطير بالفرحه ما فيهاش. والو صافي سيرتريز. قولي لي واش غادي تدخلي للمغرب مره ولا شنو؟ صافي جاي مون دكتوراه نرجعوا بلاد. مرحبا بك يا بنتي. مرحبا بك يا حبيبه. بلادك محتاجه ليك وحنا محتاجين ليك. وقتاش غادي توصلي بالسلامه؟ تخيف لايغوبور ان شاء الله. انا مزيان صافي غادي تلقينا كنتسناوك انا وماماك. ها قلت لك ما تقولها والو تبلغي شوفو. نسيت نسيت حبيبتي بالفرحة نسيت. والمهم الله يوصلك على خير. غادي تلقاي خالف كيتسناك في المطار صافي؟ إن شاء الله. يلا تالله يا حبيبة في راسك تالله. شويتينا. نعم سيدي. نعيمة. نعم. شوفي لي خالف هنا وقولي دوز عندي. واخا. يلا الله يرضي عليك. أخي أبوك شكوشتو. السلام عليكم. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري من الأولى وفي العلوي. المغرب يعرب عن أسف شديد لكون السيد مصطفى الحلاوي مولود المفرج عنه لم يسمح له بالعودة إلى تندوف وعائلته. هذا وقت للتعذيب. هذا هو الوقت. ايوا طلع قولها اختي ملك باش تفرح. عبد الله يهديك. اش دانا شي ملك؟ تكلمني دابا على الفيرما اش درتي فيها؟ انا عارف لي ما عندي علاقه بفيرما ما عندي علاقه بفلاح. ماش غندير باش رزق معلق. ديربي الرجاء الوداد يعود الى الواجهه. يقول ما بغيتش تشارك معايا وصافي. عندي واحد الهمزه فعلا تاركه. قلبت لها على الشريك ولكن ما لقيتش محسن منك. يلا سيدي انا كنسمع. عرض نقول لك تدير واحد 480 500 متر وثمنها بطاطا تصلح فيها عمارة من داك الشيء الكبير. لا لا سيدي انا داك الشيء ديال البني والمحاين ديال البني خاطيك. صافي اسمح لي. شوفي شكون ويلي شكون جاي عندنا في هذا الوقت؟ مالكم ياك لاباس؟ لا كنتسناو الباب يتحل شي حد يوصل ياك؟ سمعنا الصونات قلنا نعرفوا شكون هادشي علاش؟ ايوا هي كتسناو شي حد. معلوم معلوم ها كنتسناو شي حد معلوم كنتسناو ياك حبيت كتسناو. ترى حرام الواحد يقول لك شي حاجه. مالك انت فهمت ياك؟ شكون هادي؟ غير جاتنا مقطوع عندها الماء بغات تشوف واش حنا مقطوع عندنا الماء. صافي يلا شربوا كوز دا سيديكم على خاطركم.
يلا اخي احمد ما تقلقش عليا، انا عندي فرخ زاويلي في فمي. لا والله الا خاصك الفلفله الحاره نتاع هذاك الفم اللي سمعتها تقولها. الو خالف، اش تعطي لها؟ ايه واخ صافي صافي يلا الله يهنيك يلا. خالف قال لك اسيدي غدا مع تسعود بحال اليوم بحال غدا موجد لبنتي واحد المفاجاه من داك الشرف بحال ابارتومون مزيانه وتا الموقع ديالها مزيان بزاف انا بعدا عجبني أنا الله يجيوك على خير انت والبنت قرات تعيط تغربت تعيط في الاخر بغات تعطيها ابارتمون ديال عياده دير لها يا اخي كلينيك كلينيك ايه كلينيك خبر عاجل مأساة جوية تنضاف إلى قائمة الحوادث الجوية هذه المرة سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية قرب السواحل المغربية فجر هذا اليوم وفي بلاغ صادر عن الجهات المعنية التي تكلفت بعملية الإنقاذ أكدت أنه تم انتشال أغلب جثث الضحايا في حين ظل 7 ركاب مفقودين نظرا لقوة التيارات البحرية في منطقة الحادث فسنوافيكم بمزيد من الأخبار فور توصلنا لذلك. أحمد أرجع له أرجع له ما تكون هي الطيارة اللي شاد فيها بحال على فيها الكهف بحال على فيها الكهف وصعب لك انت عاد قلت السيد قال لك تغدى عاد تجي ويليت انت احمد مالي تشوش وتشوش انت سبحان الله العلي العظيم تركيبتك في شي شكل دايره والراجل عاد قال لك دابا قطعتي ما تيقول لك غار حتى الغدا عاد غتجي توصل البنت دغيا 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 الطيارة طاحت من على الشيطان عفاك لا الشيطان نوض الناس تجو اليوم ما شاء الله بارد الله يصبرك كنت في الطيارة اللي طاحت في البحر يصبرك المهم المصاب كون خليتوني ديتها للكلينيك يا خويا احمد قول غادي بلا مشتاق حتى السينور ديال راه غيدير جهدو كثر مالكش علاش مرتاح شويه لان السينور ديال هو اللي مكلف على كل حال
أسألك رد القضاء، لكني أسألك اللطف فيه. سب الله أمر سين الله اسمعني سب الله سهل لخصو الدر احنا درنا الحمد لله الحالة راه مستقرة من أحسن شو زي شوية ترزق نصبر بارك الله فيك. مزيان مزيان لاباس الحمد لله. مزيان مزيان الحمد لله صافا غادي. خذوا هاد الدرس كانير واخا دكتور. السيدة فاش وصلت عندنا لهنا كانت في حالة صعيبة بزاف، قررنا نعطيوها مهدئات باش نحافظوا لها على السلامة ديال الدماغ. الحالة الحمد لله مستقرة، ولكن ضروري نديروا شي فحوصات باش نعرفوا شنو يمكن يدار من بعد. راني قلت لك شنو كاين دكتور، خايف عليها بزاف. إلا كانت الحالة ديالها خطيرة يمكن لي نديها في المكان. المهم ما تعالش. يمكن لي نقول لك حتى شي حاجة دابا، ضروري نشوف لي زاناليز. تفضل معايا. السيدة عندها شلل نصفي الحمد لله، لي كوب كاملين مزيانين، المشكل اللي عندها هو مشكل نفسي. كاين شي أمل؟ أمل ديما كاين، دروكا خاصها العناية المركزة، لازم تبقى معنا هنايا شوية. قول يا دكتور الله يخليك، واش تقدر ترجع للحالة ديالها الطبيعية؟ ممكن إذا خرجت من الحالة النفسية اللي هي فيها. اللي علينا دابا هو نوفروا لها العناية المركزة. Thank you.
محبوب. لله ما أعطى ولله ما أخذ، هذه سنة الحياة. ولكن تعالج لي فرصك هذا الحال، ما بك عليك، هذا الشيء من كتاب الله. إلا حتى أنت وقعت لك شي حاجة، أنا ما عندي شو في الدنيا بغيركم غير الله سبحانه وتعالى. كنت أنت أخويا قبل ما تكون نسيبي، تربيت عليك دار وحدة وحليت عيني عليك. حتى من يوم تصبرتي سواء أبقى لحد بغيركم. عندك يصعب لك من يوم تسلوا ورا ما بقيتش فيه، بقيت فيه وبزاف، لأني كان أعتبرها بنتي، كان أعتبرها وحدة من أولادي اللي بحب. صعيبة ليا بزاف، فين ما دورت وجهي كتبان ليا بنتي سلوى. الله يصبرك، الله يصبرك خويا حمد، هذا امر الله سبحانه وتعالى. ولكن خويا حمد فكر حتى في الحاجة، راه إلا شفتك في هاد الحالة راه غتزيد تمرض. صعيبة ليها مسكينة حتى هي بزاف، مقدرش مقدرش الصبر. ولكن انت يا احمد خصك تحمل اخو، تحمل وبارك عليك من هذا الشيء ورجع لخدمتك. انا راه دزت للشريك وقالوا لي ما بقاش كيطلب كاع. الدنيا كحال قدام عيني، كلشي ولا كيبان ليا كحال. شوف اخويا احمد، كتعرفني انا كنشم الهموز مزيان. انا دبرت واحد على واحد الهمزه وبغيتك تمشي معايا لها. ما بقات عندي كان الهموز، بقات عندي كان حتى شي حاجه. انا الله يشافي، الله يخرج تربيتك على خير. لالا خليت لكم الراحه.
اسمح لي تعطلت عليك. ماشي مشكل. للاسف السيده مالكه كترفض العلاج وهذا الشيء ماشي في مصلحتها. دابا دكتور هي ما بغاتش تشرب الدواء، شنو خصنا نديرو؟ اكيد غنلقاو شي طريقه باش تاخذ الدواء ديالها، لكن في هذه المرحله هذه كنشوفو من الافضل لو انها تمشي للدار. الا كان لها المشكل واش الحاله ديالها غادي تحسن مشات للدار؟ اكيد غتلقى عنايه افضل ودخلوها في الجو الطبيعي وشويه ديال الصبر غادي تحسن حالتها. لالا شربي شربي الدواء. الحاجة الطبيب كيأكد بيعاود لازم تاخذي الدواء في الوقت ديالو. يلا لالا شربي الدواء شربي. شافيك بغيت نشوفك واقفة على رجليك، كنت ديما في جنبي ديما، ما نقدرش نعيش انا بلا بيك، ما نقدرش. الله يخليك يا بنتي.
فهسيان سيدي حمد عيط في التليفون كيسول عليك وقلت له راكي في الحمد. خليني لالا نحمد لك الحوايج عافاك. سنوردي تفضل. السلام عليكم. تبارك الله عليك. شكرا سنوردي. سمح لنا انظر اش قال نوردي. باقي كما كانت الشيء اللي قال. المشكل هو انه تاهي ما بغاش تساعد راسها. شوف حمد انا في رايي خرجها تفوش شويه وتبدل الجو. فين غادي نديها وهي في هذه الحاله فين؟ لأي بلاصة أخي أحمد، أي بلاصة بعد على هاد الدار، راه أي حاجة في هاد الدار كتفكرها في بنتها. مالكة ما قدرتش تنسى. سلوى ديما بين عينها دايما عايشة معاها. أنا كيبان لي خاصها تخرج من راسها إلا بغات تعالج، وإلا غتبقى هكا. إيوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. خاي أنا مشيت. بقى معنا شوية. لا حول شوية نرجع أنا. يلا دابا نعاود لك. شكرا. بونجور سي عبد الله، بغاك سي حمد دوز عندو دابا البيرو. اها لا ما عرفتش، واخا انا غادي نشوف معاه. بلاتي ما تقطعش سي حمد، قالك سي عبد الله مازال ما عطلش شويه. قولي تسناني انا غندوز عندو دابا. واخا نعم سيدي. سي عبد الله هو غادي يدوز عندك دابا سي حمد. نتاك واخا شكرا اوفر. المشروع كيبان. كان بقى عندي غرض بهموز، بنتي بقى حية. خويا خويا العزيز علي انا مزوق فيك، حاول علي واش بغيتي تخطرني؟ قلت لك بنتي سلوى بقى حية، شفتها بعيني. الساعة ما عقلتش عليا.
فهمتي؟ باقي حيه بنتي. ولا باغي يقول لي شويتي ندير نديرو انا يقول لي شويتي ندير. دابا واش غادي تمشي معايا ولا لا؟ يا احمد غير بشويه فين بغيتي؟ سي عبد الله فين بغيتي نمشي معاك؟ سي عبد الله الله يهنيك. احمد احمد تبعت حتى دخلت لهاد الدار. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اخويا احمد خذني على قد عقلي. دابا حنا غندخلوا عند الناس، الناس ما كنعرفوهمش، غنقولوا السلام عليكم. هاد البنت راه بنت الله. احمد انا مزوق فيك ما تعصبش، ما تقلقش، فهمني فهمني رانا ما فاهم والو. قلبي كيقول لي يا بنتي تقدر تكون طاحت في البحر، ولكن عتقوها ياك عبد الله تقدر تكون. ها يا ترى كل شيء ممكن، ولكن اخويا احمد راه خصك تشوف. عبد الله كنت دفنت بيدي نقول ماتت، ولكن ما دفنتهاش ما دفنتهاش. تقدر تكون ما عقلتش عليا على بهذيك الصدمة، فقد الذاكرة ديالها. قلت لي هذا هو التفسير عبد الله. حتى هذا راه تفسير معقول، ما كنقولش لا، ولكن احمد علاش حنا ما نرضاوش بهذا الشيء اللي قسم الله، ونقولوا هذا الشيء راه عطاء الله سبحانه وتعالى، ونقولوا هذه البنت هذيك راه غير كتشبه ليها. احمد احمد اشكون؟ اشكون؟ السلام عليكم الحاج. ها؟ السلام عليكم الحاج. عليكم السلام سي. الله يرحم والديك إلا جا على خاطرك. بغيت نسولك على شي حد عندكم هنا. نسول سيدي قول قول. بغيت نسولكم عفاك على واحد البنت ساكنة هنايا. بنت وحدة اللي كاينة هي بنتي وفاء. هي هذيك وفاء. ولاش باغي سيدي؟ إن شاء الله بغينا غير الخير. خير؟ نعم سيدي. منين الخير أوليدي نحل لك الباب. مرحبا. الله يكثر خير. أنا جاي. خير غير ديال الله سبحانه وتعالى. نتمنى والله. شي حكيم. السلام عليكم. بابا السلام عليك. ما قلتيش لي غيجيو عندك الضياف. كنت نوجد شي حاجة قبل ما نمشي. الله أكبر. سبحانك يجي خيرك. تقولها غير هي. يا قلت لك هي. قلتها لك ولا ما قلتهاش لك؟ أسي أنا. شكون هي؟ انا من دوينا سيادة. سلوى انا عمك، عمك عبد الله. تشرفينا سيدي. بالحق انا ماشي سلوى، انا وفاء. سيادنا فسروا لنا، انا من دوينا. اش كاين؟ الحاج القضيه هو فيها هي يعني هاد البنت اللي عندك في الدار، يمكن والله اعلم من سي احمد. بنتو؟ سيدي الله يكثر خيرك، راه بحال بنتو. راه بنتو بصح. كيفاش بنتو؟ اسمع سيدي، هاد البنت بنتي فقد الذاكرة. فقد الذاكرة؟ أبنتي فينك؟ سير أنت جيبي الحالة المدنية، دابا كيهضروا بنيتو. واش حنا هنا كنكذبوا؟ الحاج علاش الحالة المدنية علاش؟ لا لا هادشي راه ما فيهش الملاغه، هادشي خصها تشوف نيت الحاله المدنيه تاكدوا. هاكا سيدي شد. ماشي هذا هو المشكل.
بحال كنخول ما فرملا. دابا شنو المهمولك يا حمد؟ اتصل بها. بما غنتصل؟ بوفاء ولا بأي واحد من عائلتها وطلب اللي بغات. المهم وتعيش معنا هنا. دابا انا اللي غنفهم من كلامك انك بغيتي تبناها. نتمناها نشريها نكريها. المهم عندي هو الصلوة تكون معمورة. إذا حسب ما رأيناه فالإنسان في هذه الحياة ملزم أن يكون له مبدأ يؤمن به. ندوزو الإنشاء. نعم. جلوس. السادة وفاء، شي ناس كيتسناوك في المكتب. بغوني أنا؟ إيه باين عليهم ناس مهمين، داك الشيء علاش جيت برجلي. إلا كان ممكن ماشي مشكلة. شكرا. ندوزو المراجعة. أنا داخل راسي ما فهمت والو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هادشي اللي كتب الله. سمعي بنتي الله يرضيك، بغيناك تعاوني في هادشي اللي قال لك. خاصك تعرفي واحد القضية، أمل الوحيد اللي بقى لنا هو أنتي. شوفي يا بنتي، عندي اليقين اللي شتي هاد المرة غتبقى فيك بزاف وبزاف، بحال تا ما تبغي لا للعدو ولا للكفر. البنية الوحيدة اللي كانت عندها وكانت عزيزة عليها بزاف ترزات فيها. طلبي اللي بغيتي أنا موجود، وإن شاء الله ما يخصك معنا حتى شي خير. سي أحمد كريم وراجل سخي، واللي حليتي عليها فمك يعطيها لك، وأنت عطينا حاجة واحدة الكلمة. إلا كنتي حداها غادي تبرها، أنا متيقن غادي تعالج. دابا هادشي خصني نديرو بزز مني ولا شنو؟ لا لا علاش؟ لا بنيتي أنت ما غدير غير الخير. لا أنا غير بغيت نسولك، إذا جاك شي رزيق اللي تعاوني به على هاد السمان اللي صعب، واش ترفضي؟ سمحوا لي أنا ما نقدرش ندير هادشي اللي كطلبوا مني. كطلبوا مني مستحيل. السلام ديالي كيتسناوني. السلام عليكم. سلام. بنتي يا بنتي بنتي سامي شوفي بنتي، انت ما غديري شي حاجه خايبه، انت غديري غير الخير بنيتي. ولا كنطلب منك غير فكري وفكري مزيان. حنا عارفين باننا فاجئناك جيناك على غفله، لكن خدي الوقت ديالك وفكري على خاطرك. فكري واخا. السلام عليكم. هادشي كيدوخ الرزق يا حمد. واش غندير؟ ما الواحد ما يدير ولا نشوف. غادي نحتاجوك. تحتاجوني انا؟ انا بغيت قهوة. ما بغيت شاتاي. واخا سيدي. عبد الله ما خصنيش نزربو، اي حاجه بغينا نديرو خصنا نضربو لها الف حساب. شوف اخي حمد، انا كيبان لي انها ما غتقبلش. انا داكشي اللي كيدور لي في دماغي هو اللي غادي ندير. انا متفق معاك، غير واش شنو غنديرو؟ داكشي اللي خصو يدار. ها القهوة سيدي. حطها لي. نسي
خاني سوفاء. الموضوع راه في خباري وكان عليك توافقي. شنو؟ نوافق؟ معلوم ما كنشوفش كاين شي سبب اللي غادي يخليك ترفضي. في خباري بلي حتى انت اتصلوا بك. اتصلوا بيا وفهموني وعرفت الموضوع. اذا حتى انت شراوك؟ لا 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 الله يخليك. شراوك لا. تقدري تبي تعاطفت معاهم. وزيدون هكا هاد الكارت فيزيت وفكري مزيان. عطيله تفضلي ركبي. منين جاك هذا الموتور؟ ركبي بعدا ونقول لك منين جاني الموتور. غير كذا ها الكاس. صافي ركبتي. زدتي فيها الطار وما تصوريش انا شحال فرحان. والله الا فرحان بزاف. وانت جيتي شاده عليا كاين الله الا ما ضحكتي. ونفع الله يهديك ويليك. تصبر تصبر بس الزين ديالي بس. واش غتبقاي ساكته؟ غضبان عليا حسن؟ مين جاك الموتور؟ موتور 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 اللحن عليا. الله دخلتي مباركه مسعوده. انا هاد التلاوي ودخول والخروج في الهضره ما كيعجبنيش. سولتك جاوبني. سولتك سولتك راه انا اللي باغي نسولك. كتبغي؟ انا نشميشه طالع. انا الله على ابتسام. الله الله حرام عليك حرام هادي منا. هو تستاهل عليا فاناش غارسون. شي فاناشي فعل تارك يسلح ديه. النهار بنيتي اللي تولدتي قدامك قدام الربح. صبرتي ما هو ربي عطاك. عطاني؟ شنو عطاني يابا؟ وربي هو اللي صيفط لينا هاد الناس وفتح لينا هاد الباب. حرام بنيتي تسديه لينا في وجهنا. دابا نتوما كاملين اتفقتوا عليا بغيتو تبيعوني ولا بعتوني كاع؟ واش كاين اللي كيبيع الكبده ديالو بنتي؟ ها؟ وهاد الناس هادو ما باغين غير الخير. اش فيها بنتي الا فرحتي هذيك المراه مسكينه وفرحتي باك؟ ها؟ وانت عارفه من نهار ما مات امك ما بقات مازال دخلت الفرحه للدار ديالنا. انا بنتي راه عييت. عييت من هاد الدراما. انا عييت من هاد الدراما. انا كنهضر كتعرفين تبني العملية غالية. ولكن أنا ما بغيتيش بنيتي على الله خاطر. واخا تشدلي معايا. بأنك كتسناي عرفتك بنت الناس. عرفت بلي قلبك كبير وكبير بزاف.
اتصلوا بيا البوليس وقالوا لي شي ناس لقاو واحد البنت في جنب البحر، تقدر تكون بنتنا، ولكن ما متأكدينش لأن البنت فقدت الذاكرة. صيفط لهم التصويرة ديالها وغادي نردوا عليها. الله تكون بنتنا سلوى. قول يا ربي، قول يا ربي. أرجوك مدتهاش في كلامي، ولكن غير قلت لها الله تكون بنتنا سلوى حسيت بها بحال الا تاقت. المهم الامور غادي مزيان. شوف اخي حميد، ما خصكش دابا تقول الامور غادي مزيان، لان المشكل كاين في وفاء. خصها تكون سلوى ديال بصح باش ما يكون مشكل. لا لا ما ترفدهم، انا ضرب الحساب لكل شيء. أنا غادي نمشي نقول لماما. جبت لكم شي حاجة معايا.
ما تكون جبتي غير الخير والخميرة سيدي. كل خير. بنتنا ما ماتت. بنتنا سلوى باقا حية. بنتي نشوف بنتي نشوفها. غادي تشوفيها. فين هي؟ اش كان وقع ليها؟ ملي طاحت بهم الطيارة ضربت في راسها وفقدت الذاكرة. مسكينة ما بقات عارفة لا فين تمشي ولا فين تجي. لقاوها شي ناس هما اللي داوها وطلعوا فيها. دابا راه صحيحة وفي الصحة. بنتي عبد نشوف بنتي عبد نشوف بنتي فين نشوف بنتي أنا نسوق. بالحجل اي الحجل غادي يشوفنا في الغابة يا رب. علاش؟ انا فرحان فرحان ملكه الحاله ديالها غادي وكتحسن بشويه بشويه. فرحان بزاف. الطبيب قال لي الحاله ديالها غادي وكتحسن بتعدى 80% ديال الشفاء. ان شاء الله تقدر توقف على رجلنا. الحمد لله. الحمد لله. شوف لاحظت بلي حاجة تبدلات بزاف 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 اللي مات الخال. بنتي سلوى هي ديال وفاء تقنى الدور ديالها. ما عندي ما نقول.
شوف دابا انا معاك انا وفاء تقنت دورها مزيان ما كنقولش لا ولكن خي ولكن بين الايام مع الصبا عصبيه وهذا الشيء خي خي حمد خال عني ملي كيعملي هو ملي كتوقف على رجلك شي هو اللي بغيت ما داكش الاخر كله ضرب لي الحساب اسيدي اسيدي ضحك واحدة تكلمة لك سلوى على ركناش اللي كانت تقلسة عندهم عودت لي ديك النار عليهم خير أمي تنساش ساكن دارو وجهدو دابا النوبة ديالنا باش ما تشعرش براسة غريبة شي وقيله ولي كنشاط الهرسة حيت زعزع كنت كنمشي عندها كنجبرها دائما ساهية انا مشي لداك السيد اللي كانت جالسة عنده لقيتو مسكين ما في حالو وفي مصير وقلت لي اجي جلس معنا وقلت حتى لك الدري اللي خطب قلت لي مرة مرة يبقى يدوز مزيانة دابا احمد تقول لي يمكن هاد فقدان الذاكره ديال سلوى انسيها مثلا حتى في القرايه ديالها اللي قرات على الطب معلوم انسيها في كل شيء انسيها حتى في سميتها دابا خاصك تهلاي فيها شويه وتصبري معها قداش قلتيها كتفصيني على بنتي حمد نعم عارفه من عزيزه عليك الكويده ديالي هذيك على جيتي سي حمد قال لي ساعه ساعه نجي نشوف خطيبتي وانا قلت لك ما تجيش شنو ما كتفهمش راني هضرت معاك وقلت لك ما تجيش كي نيرفيه مالك مالكم ياك لاباس ما بغيتش حسن يبقى يجي هنا بالعكس انت راه خصك تجي ما تنسيش خطيبك والدار داركم عاد كلقيتيني قلتها انا سي حمد دابا نتوما متفقين حسوني في هالدار حسن الله يهديك يا بنتي اش متفقين انا اتفقت معك انتي واتفقنا على كل شيء اتفقنا ايه ولاني ماشي باش تنفذ وتقرر في حياتي كيما بغيتي حسن ما تديش عليها مرحبا بك جي وقت اللي بغيتي لا لا يخطيك السي حمد بارك الله فيك سمعتي اش قال وجي الوقت اللي بغيت صباح الخير انت سمعتي تابع كيف حسين الحمد لله الحمد لله الله وش سير ولدي طيب معك على حسن وتجيب حتى با ما بغيتكم شاب انت تبقوا بعاد على بعضياتكم هادشي علاش وانت كتشوفي الخير موجود والدار كبيرة واسعة وعريضة ما غاديش يضيقوا علينا الله يبارك ويني راه كيما كتحشموش ضحكي تهجري شيطانة مع راسك مزيان تبارك الله عقيد شكون وفاء بنتي زيدة امشي فكرة مزيانة باش نيت ما تحسش براسها غريبة وما تقنطش عندك الحق شوية بشوية غادي ترجع لها الذاكرة ديالها ان شاء الله ان شاء الله
مزيان؟ وعلى جيتي ليك كلشي كيوصلك، مصروفك، ماكلتك، حتى ملي قابلك صيفطناه ليك. علاش جمعتي حوايجك وجيتي؟ ولا بنتي فاش جاتك الى عشنا معاك في هاد العز؟ با واش ما تتفكرش؟ واش ما تتخممش؟ خمم غير شويه. وفاش بغيتيني نخمم؟ فيا انا اللي درت هادشي كله على قبلك. انا عييت صافي، بغيت نحبس من هادشي. وديري اللي عجبك ابنتي، انا بعدا من هنا ما نطلع. هادشي اللي بغى السي احمد، باش ما نقدر ندير والو. با واش فهمتي؟ وراني معاك داويه. ها سي احمد، غتقرا وفاء وغتمشي بحالتها. غتمشي بحالتها؟ جمع حوايجها وباغا تمشي. شفتيها؟ راه كتبغى تفرش العالم كله، راه في بيتها. داكشي اللي بنينا تهدمي؟ لا لا ملكة، دارت لاباس. الله يرضي عليك بنتي، دير عقلك. ياك اتفقنا ها؟ وعدتيني باش تبقي معنا. وعدتك ياه، وريني ماشي باش تنوض تجيب لي حسن وبا لهنا. صافي، انا عارف دابا شنو اللي قلقك، ولكن بنتي ثقي بيا. انا قلت مع راسي نجيب باك وخطيبك باش يبقى وحدك، ما تقنطيش وما تحسيش براسك غريبه. هادشي علاش كنت عارفه غتجاوبني هكذا. شوف يا بنتي، وسعي خاطرك، فكري في هذيك المره اللي محتاجه لك، بنت وحده اللي كانت عند الله رحمها، دابا الا خليتيها انت غادي تموت. غادي تموت، انا كنعرفها. حتى واحد ما لقاها كامله. عافا بنتي، انت صبرتي زيدي صبري وما يكون على خاطرك. يلا فين هو خطري وانتم قلبتوا لي حياتي سفاها على علاها؟ بليت كنحس بلي حتى انا داخله معكم في هذا الشيء، وبقيت عارفه ندير والو. حاجه مالكه مرا مزيانه، ما عندها حتى شي تنفرش. يلا بنتي، جمع حوايجك وردهم لبلاصتهم. يلا يلا، الله يرضي عليك. موتي واحد، جوج، ثلاثة. مالك؟
يخليك. بغيتيش تحلي؟ لا بغيت نقول لك علاش سد عليك؟ واش مقلقك شي حد؟ غير هي انا شويه مازال ما والفتش. بشويه بشويه بنتي غترجع لك الذاكره. كتكوني معايا كنحس بواحد الفرحة شحال هادي ما حسيت بيها. خصك تصوري ملي كنشوفك شحال كنفرح ملي دخلتي لها. دخلت لها السعادة والفرحة كلشي تبدل فيها. واخا بهاد المرة تنحس بيك بعيدة مني ولكن كنرجع وكنقول بارك علي أنا عمر بك عويناتي. ما يصبري معايا داكشي اللي دوزتي سلوى ماشي سهل. ماما انا عارفك قاسيتي بزاف بالحق. انا كنبغيك بزاف ماما سامحيني. سي احمد الله يخليك واحد دقيقه بغيت نكلمنا. الله يجازيك بخير. سي احمد راهم تحاولوا من الخدمه. علاش؟ وبعد شي مره كنمشي مع الطلو شي نهارات ما كنمشيش كاع ورا المعلم جرى عليا. دوز عندي للبيرو. الله يخطيك السي احمد الله يكثر خيرك. مالكم مش واقع؟ فرحان لجوج ديال الحوايج. وحده لان بنتنا رجعت لينا والثانيه لان الحبيبه ديالي شافها لي الله. الله يخليك خليك لينا. حتى انا فرحانه بزاف فرحانه اللي ماما خرجت تزوج معانا. عرفتي بنتي ماما كان ما قدرش تصبر على فراقك وهاد المده كلها وهي حابسه راسها بين الحيوط. الحمد لله دابا انا رجعت. ماما خصك ديها شويه في راسك واخا انا بنتي هاد الساعه اللهم لك الحمد. انت اللي خصك ديها شويه في راسك وتعاودي تخمي في علاقتك مع حسن. بصراحه زواجك معاه انا ما مرتاحاش ليه بزاف. مالك الله يهديك بشويه عليها دابا هي تعرفات على حسن
اللي كانت مريضة إن شاء الله غير غادي تصح وغادي تنساه. اسمح لي أحمد، وانت عرفتيني اش ما دوزت انا قبل بنتي ماشي راه تمحنت دابا الوقت اللي رجعت اللهم لك الحمد. انا بغيت نعمر بها عويناتي، ما بغيت حتى شي حد يتقاسمها معايا. هذوك الناس داروا الخير الله يجازيهم بخير، عطيهم اللي قسم الله والله يعاونهم ان شاء الله يكون خير. عارفك غادي تجي عندي. وعارف علاش؟ حسن ياك؟ ما بغيت حتى واحد يدخلي في حياتي. انا كنعرفك كتبغي حسن وباغي تزوجي به وقابلها كيف ما هو. هذيك حياتي وانا حره فيها، ما بغيت حتى حد يدخل فيها. هي ما عارفه والو، انت بالنسبه ليها بنتها سلوى اللي جاب الدكتوره، ما يمكنش تزوجها لشي واحد بحال حسن. انا ما نسيتش شكون انا، وانا وحسن مواتين. خليني نفكر شويه وحيدي هذيك الغوباشه ولا ماما غادي تشك. نقول لك واحد القضيه، راك بديتي كتنسي الاتفاق ديالنا. نجيك من الاخر، انت ما تصلحش لبنتي. صافي بغيتي تسوسني سي احمد؟ اسمع عشان انا عطيك شويه ديال الفلوس تدير شي مشروع، درك عليا كملت من هنا. اسمح لي سي احمد ما نقدرش، انا عاطي العهد الوفاء. سلوى بنتك، حنا بصح ما عندناش الحبه ولكن عندنا الكلمه، ولا بغينا كنبغي مقلبنا. صافي صافي بارك من الهضره الخاويه، برك جلس. شنو المستوى ديالك؟ الاجازه المعلم شومر. عاود شنو قلتي؟ ما قلت ولا معلم، هي كنهضر. كاينش اللي ما كيعجبوش على الفلك. ملي تزوجت انا وباباك كنا دائما الا ضاقت بينا كندير بحال هاد الناس. هي هاد الليله السما زوينه بزاف، شحال ديال الحويجات زوينين في الدنيا وحنا ما رديناهمش البال. فراسك البنت هي اجمل حاجه عندي في حياتي. Thank you.
انت كتبكي ياك لاباس. هي مسكينه متيقنه وحنا كنضحكوا عليها. لا لا بنتي بالعكس احنا ما كنضحكوش عليها. انت ما حاسس بوالو، انت كتفكر غير في راسك. انا كل ما قربت ليها وشت لها في عينيها تحس بها تتعذب. ولا انتوما مازالين باغيين تكذبوا عليها؟ انا ما بقيتش قادو. واش خرج لك العقل ولا شنو؟ غادي يخرج لي العقل، غادي يخرج لي العقل الا بقيت مسعفاكم. واش شكيت عليك؟ شكيت عليك؟ بصاب كل شكات. هي مسكينة متيقنة وحنا متيقين راسنا. وفاء صبري شوية بنت الله يخلي عليك. صبري الله يخلي خليني عليك. مزيان سيدي، غتغرق لينا السفينة. أنا من التصرفات ديالها عرفتها بأنها غادي تخوي بينا، غادي تخوي بينا، وكاع داكشي اللي بنينا كله غادي يريب، غادي يتهدم. سانت أخي أحمد الله يهديك، فين ما كنت كنهضر معاك في هذا الموضوع تتقول لي ضارب حسابي، ضارب حسابي، ضارب حسابي، وداكشي اللي كنت خايف منه وحنا طحنا فيه. بزاف هادشي، كل مرة تنوض تقول لك أنا غادي نمشي في حالي، غادي نمشي في حالي. علاش النهار الأول قبلت؟ علاش؟ باش تورطنا. شوف أخي أحمد، إلا درتها راه تورطنا مزيان، وغتسبب الحاجة في شي مصيبة خايبة. مشكل هو تقدر تقتلها، حنا كنعرفوها. انا غادي نتفضح مع الحاج احمد. انت خويا راه دوزي رجعي بهاد الماء، قول لي الحاجه مسكينه الحاج، الا طحت هاد النوبه جا ما نوضها. شنو نديرو دابا؟ ما نديروش، عارف انا شنو غنقول لها. حرت ما بقيت عارف والو. اخي احمد قالك بعض الناس الا ضربتيهم الحلقوم كينساو اللي خلقهم. علاش ما نطمنوهاش؟ ولا كانت هي ماشي من هذا النوع؟ هذا هو المشكل. اطلب اللي بغات. انا سيدي نبوس ليها رجليها كاع الا بغات، رجليها نبوسهم. المهم هو تقبل انها تبقى معاه حتى نشوف واش غادي نديرو مع الحاجة. يحل الله ان شاء الله. فين شفت وليدها؟ شوفي يا بنتي، غادي تنزلي وغادي تعرفي. ما ننزل حتى نعرف. باباك محضر لك واحد المفاجأة. انت كنت صد فمك يكون حسن. الله يخليكم بارك عليا من هذا باباك وماماك. هادشي طلع عليا في راسي. كل واحد يعري على وجهه. واش ما بغيتوش تحشموه؟ الله يخليك اسيدي، تكون با هادشي ماشي بيدي. الحق حتى واحد ما تيختار والدي. بنيتي الله يرضي عليك، تهدئي شوية، تهدئي وما تكونيش عصبية. راه الوالد ديالك موجد لك واحد المفاجأة.
نزلي يا بنتي الله يرضي عليك. نزلي. يلا. أنت يا بنتي حكي مزيان في هذه الأرض، من اليوم أعتبرها في ملكك. فوق هذه الأرض يكون أكبر مشروع ديال التعليم الحر. أجي معي، أجي معي. بنتي وفاء هي بنتي اللي بغيتي تكون عندك مدرسة ديال التعليم الحر، وديري في هذاك الشيء اللي بغيتي. إوا لا لا كون غير لولا مولاتي. السي أحمد راه واحد لك هاد الأرض وغايب لك فيها مدرسة فعلا تاركة. وفاء وفاء عافاك وافقي. علاش غادي نوافق؟ على ود مستقبلك. عباد الله إلا ما كتفكرش في راسك فكري في باك مسكين، باك اللي خصو اللي يعاون. فكري في الناس اللي غيخدموا في هذا المشروع هذا. شوفي وفاء شتي الوراقة ديال الأرض كلهم غيكونوا بسميتك. انتي إن شاء الله اللي غتبعي المشروع طوبة بطوبة. هادشي كله على قبلي أنا. معلوم. المهم عندي هو تكون انت بخاطرك. الحاجة دابا ولات كدير لاباس، ولكن بلا بيك انت بحال كنخول ما في الرمله. حاول يا بنتي خلي الامور تمشي حتى هم ديريها بحال امك. امي انتوما اما مسطيين اما عايشين في شي كوكب اخر. راكي فين كتخرب خي؟ كنخربك الا بقيت هنا. وفاء وفاء غير نتفاهمو. ما كاين علاش نتفاهمو، خليني نرحم عليك. وفاء ديري عقلك الله يرضي عليك وفكري في هذيك المراه. والديك يا بنتي كوني تحشم دابا تدخل ملكة تشوفك هزة حوايجك وكتقول لي هذا الهضر. اش بغيتي تشتي هاد الشيء؟ كيفاش كاين؟ اش واقع؟ بنتك بغات تمشي بحالها. كيف بغات تمشي الله يمشيها فوق العافية هاد الجحمومة هادي. با غاتمشي معايا ولا نمشي بحالي؟ انت فين باغا ترجع لي؟ ما ترجع لي لهاديك الحومة ديال الزلط؟ الدنيا دي مسخوطة مسخوطة. أراد تفهمني ولا خاطري تخدم لينا ولا باش تعيشي معنا. كاع ما تصدع راسك. داكشي اللي في راسك عارفه احمد
عارفة حساس لما عمرك يكذب يا حمد، ولكن راه دخلت لي خاطري، دخلت لي القلب يا حمد. كيفاش قلتي؟ ما منها والو حمد، وما عليها حتى شي ذنب. وتمشي وتخليك حقا حمد، بالحق بالحق تعيش حياتها. بنتي سلوى مشات الله يرحمها، ما نسمحش لك تقتل لي هاد البنت. انا قبلت لعب سلوى، بالحق ما قدرتش نزيد نكذب عليها، خلت لي قلبي وليت كنحس بواحد الحنان، فقدته ملي كنت صغيره. بالحق ما لقيت هاد الحنان، ما بغيتوش يكون بالكذب والخدع.